أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنبدأ الدرس الثالث، الحوار الثالث. حمزة، انظر واستمع وعيد. أوكي. إن شاء الله. الوحدة الأولى، التحية والتعارف. الدرس الثالث، الحوار الثالث. ألف، انظر واستمع. السلام عليكم. هايكا، repeat. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. هذا هو مدرس. هايكا، repeat the sentence. وعليكم السلام. This sentence. هذا أخي هو مدرس. هذا أخي هو مدرس. مدرس. أهلا وسهلا. جينا صابي جوزا. نعم سر. Repeat the sentence. هذا أخي هو أهلا وسهلا، you are بدر. أهلا وسهلا. هيكا، هيكا، yes. Repeat sentence. أو هلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. هذا صديقي هو مدرس. أهلا وسهلا. Okay, after that we have next student. زارش رحمان. Miss you. Yes. Miss you. You are Ahmad. You read the sentences of Ahmad. Assalamu alaikum. Wait. Samia, are you here? Zarish, are you here? Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. You will repeat the sentences of Badr. You are Badr, okay? مع السلامة. مع السلامة. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. Miss you. Yeah. السلام عليكم. Peace be upon you. وعليكم السلام. Miss سامية. جيسر. Repeat. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. You are Badr. You need to repeat the sentences of Badr. Okay, sir. هذا أخي. هو مدرس. هذا أخي. هو مدرس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هذا صديقي. هو مهندس. هذا صديقي. هو مهندس. وسهلا. Samia, are you here? Yes, sir.
مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. Next student, Aika. Yes, sir. You are Nada. So you will read the sentences of Nada. Zarish. Zarish, you will read the sentences of Hoda, okay? I will play the audio. الحوار الثالث. انظر واستمع. السلام عليكم. هيكا. آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہیکا ہیں وہ آپ ندا والے جملے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور جو زہرش ہیں وہ ہدا والے جملے سن کر پڑھیں. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي، هي طبيبة. هذه أختي، هي طبيبة. 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 أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. هذه صديقتي، هي طالبة. أهلاً وسهلاً. أهلاً. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. Okay, next we have Samia Qayyum. Samia, you are Nada in this dialogue, okay? And Yeno Sabisa. Okay. Yeno Sabi, you are Huda. Okay, Yeno Sabi? Naam, sir. You are Huda in this dialogue. نعم سر. مع السلامة. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. سامي آپ نے یہ ریپیٹ کرنا تھا نا، آپ نے ریپیٹ نہیں کیا. جی وہ درمیان میں بول پڑے نا، السلام عليكم. وعليكم السلام. Yeno Sabi, your turn. Ahlan wa sahlan. هذه أختي، هي طبيبة. Samia. هذه أختي، هي طبيبة. أهلاً وسهلاً. Yeno Sabi. Ahlan wa sahlan. هذه صديقتي، هي طالبة. هذه صديقتي، هي طالبة. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. في هذين الحوارين قد نتعلمنا للرجال نستعمل هذا وللنساء نستعمل هذه. للرجال للزمير غائب مذكر،
نستعمل هو ولكن لز ضمير غائب مثنى مع مؤنث نستعمل هي من ضمير غائب مؤنث نستعمل هي هذا فرق بين المذكر والأنثى بهذه الحالة. Just hold for a minute. Okay, now we will practice this dialogue without looking at the Arabic part. الآن ندرب هذا الحوار بدون مشاهدة العربية فقد ننظر إلى الإنجليزية ونقرأ بالعربية. Miss Yu, هل أنت هنا؟ نعم. أنت طالبة الأولى في هذا الحوار وألي شيري إبراهيم. أوكي، أيوة أنت أولى وأنا الثاني. ابدأ. نعم. You start. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أخي. هذا أخي. هو مهندس. استعملي اسمه أيضا. هذا أخي أحمد. هو مهندس. صحيح. Use his name as well. هذا أخي علي. هو مهندس. Whatever his name is. Okay. أهلا وسهلا. هو صديق. هذا صديقي. أحمد. يوسف نعم أجل. هو مهندس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. What is goodbye in Arabic? مع السلامة. مع السلامة. Good. Next we have Ali Sheri Ibrahim. أنت الأول وأنا الثاني. ابدأ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو صديقون. هذا صديقي. This is my هذا صديقي. What is the name of your brother? هو أحمد. Sorry. هو أحمد. What is the name of your real brother? Oh, هو سليمان. سليمان. Okay. And what is his profession? Civil servant. Civil servant. He's a civil servant. So civil servant in Arabic is called Muazif Hakumi. Okay. Okay. You can also call Muazif Hakumi. Okay, Muazif Hakumi. You can also call it Muazif Al Madani. Okay, Muazif Al Madani. So you what was the name of your brother? I forgot. Suleiman. So you will say Haza Sadiqi Suleiman. هو موظف مدني. Okay. هذا صديق سليمان. هو موسيس. هو مكني. موظف المدني. Okay. موظف المدني. نعم. أهلا وسهلا. Now your turn. This one. You are first. I am second. What is the name of your friend?
هذا صديقي عيسى. عيسى هو and profession هو مدرس. هو مدرس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. Next student Haika. Recording in progress. Haika, start. You are the first student. Name second. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Next. What is the name of your brother? Muhib. Muhib. And what is his profession? He is only 2 years old. Okay, you're a kid. So you will say, Haza Akhi Muhib. And he is a child. Huwa Tifal. Haza Akhi Muhib. Huwa Tifal. Haza Akhi Muhib. Okay, start. What will you say? Haza Akhi Muhib. Repeat. Haza Akhi Muhib. Huwa. Huwa. Tifal. Tifal. Ahlan wa sahlan. What is the name of your friend? What is the name of your friend? Maham. Maham. This is my friend Maham. And she is, and what is her profession? What is her profession? Is she a student or job? What does she do? Student. Student. So you will say he ya taliba. Student. Okay. Hazihi sadiqati maham. He ya taliba. Repeat. Hazihi sadiqi. Sadiqati female. Hazihi sadiqati maham. Iya. Iya. Toliba. Dom. Toliba. Domika. Toliba. Okay. Next we will say ahlan wa sahlan. Then you will say goodbye. What is goodbye ahlan in Arabic? Goodbye in Arabic. Maas salama. Maas salama. Next student, who is next? Check. Okay, next student is, I think, Yenusabi Isa. Naam, sir. You are first student, I am the second student. Start. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadha akhi Ahmad. Huwa tajirun. Huwa tajir. Ahlan wa sahlan. Hadha sadiqi Ibrahim. Huwa muhandis. Ahlan wa sahlan.
مع السلام. مع السلام. Is there anyone else who wants to practice this dialogue? Then we will proceed to the next one. الاحد الاخر موجود هنا هو يريد ان يدرب هذا الحوار. Nobody, then we will proceed to the next one. هناك فرق آخر بين الرجال والنساء. للرجال نقول صديقي ولكن للنساء نقول صديقتي. So الفرق تا بين الرجل والمرأة. الوالدة الثالثة التحية والتعارف المفردات. Miss Samia, do you have any question? I want to practice the previous. Okay. So you are the first student and I am the second one. Start. Okay. Start, please. Jee. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا صديقي. هذا أخي عبد الرحمن. بزنسمن کو کیا کہیں گے سر؟ تاجر. هو تاجر. هو تاجر. أهلا وسهلا. هذه صديقتي عائشة. هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. مسحول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أخي. هي تاجر. What is the name of your brother? حسن. حسن. هذا أخي حسن. Then هذا أخي حسن. هي تاجر. هي is for female. وحسن. هو تاجر. هو تاجر. أهلا وسهلا. Then next. هذا صديقتي. هي مدرسة. Name of your friend. عائشة. هذه صديقتي عائشة. هي مدرسة. هذه صديقتي عائشة. هي مدرسة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. You need to مع السلامة. مع السلامة. Anyone else who wants to practice this dialogue? Okay, next student we have Rukaya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. You will repeat the vocabulary, okay? أنتِ ستكررين المفردات. الوحدة الأولى. الدرس الثالث.
المفردات العرض انظر واستمع وأعد مدرس مدرس طالبة طالبة طبيبة طبيبة مهندس مهندس أخ أخ أخت أخت صديق صديق صديقة صديقة هذا هذا هذه هذه هو هو هي هي تدريب سل بين الكلمة والصورة المناسبة هو يريد منا أن نسل بين الصورة والكلمة المناسبة يو هل أنت هنا؟ لا نعم للصورة الأولى أي الكلمة؟ طالب طالبة مدرس طالبة طالبة الأولى طالبة student والصورة الثانية مدرس 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 للصورة الأولى صديق صديقة صديقة والصورة الثانية صديق صديق الصورة الأولى مهندس مهندس الصورة الثانية طالبة طبيبة 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 الصورة الأولى هذه هذه الصورة الثانية هذا هذا If anybody has any question, they can ask me. إذا عندكم أي سؤال يمكنك أن تسألني. So few students are asking me, can you speak in Urdu? جی ہاں اردو بول سکتے ہیں الحمدللہ. کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو آپ اردو میں بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. لیکن کوشش یہ کریں گے کم سے کم اردو کا استعمال ہو تو بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے بھی. اوکے نیکسٹ اسٹوڈنٹ علی شیر ابراہیم. نعم یو ول ٹیل می دا آنسر اوکے. ٹو سی تھنک بلیو واٹ از اٹ از کالڈ ان عربک کین یو ٹیل می؟ نعم یرا ریپیٹ نیکسٹ ورڈ پروجیکٹ انٹرپرائز واٹ وی کال اٹ ان عربک؟ اعلی نو مشروع مشروع اوکے نیکسٹ نیشنل واٹ از دا ورڈ فار نیشنل؟ بلد وطنی وطنیون Son. What is the word for son? Ibn. Ibn. Very good. Also beside. Wa. No. Aizan. Aidan. Correct. Oh. Continuous or habitual action. B. B. It is called B. Around. B. حول مول حسن this is different خير خير find exist
وجد يجد وجد يوجد and يجد here listen سمع يسمع سمع okay now we have speed review so any student can answer any student can tell me the answer anyone hurry up Lena. Anyone? Bad. Fourth option. Bada. Bada. Yeah. Yeah. How? Tacharuna. Second option. Yeah. Arabic. Arabic. Second of first option Palestinia Palestiniuna fourth option third option Siasi Siasiat Sasa Naf بعد بعد لا رئيس رئيس رؤساء نو الله عارف عارف يعرف عمل 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 Next student we have is Latifa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. What is the word for ratio? Nisba. 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 Nisab. And voice. Voice. The sound. Okay, it's south. So sound. Aswat. Three. Salasa. 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 Front. Muqabil. No. Look Amam. Yeah. Amam. Nut. La. No. Not ma or ma. What? Shu. Maza. Shu. That. Illi. Thalika. To mean. An. Anna. Yani. Region. ساحة. No. منطقة. منطقة. Yes. مناطق. أما. أما. أما is regarding. Yes. So we'll stop here. And if now, if anybody has any question, you can ask me. Any student? So see you all next time, inshallah. Masalama. Masalama. Masalama.